من أسئلة أبو عبد العزيز أيضا يسأل، يقول هل يجوز أن أدخل كتيب الأذكار في دورة المياه أكرمكم الله وفيها آية الكرسي والمعوذات؟ يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وإذا كان هذا من القرآن فهو أشد كراهية، فلا تدخل محل قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله إلا إذا خفت عليه أنه يسرق أو يضيع، فلا بأس أن تدخل به وأن تحتفظ به في جيبك. نعم.